اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة عالم منوعات، منورين دايما اسرة قناة عالم منوعات. اتمنى لكم يا رب الصحة وتكونوا في احسن حال. طبعا معانا مسلسل بيتعرض في رمضان 2022، وهو مسلسل راجعين يا هوا للنجم طبعا خالد، مش متذكرة اسمه بالظبط، بس طبعا اسمه تقريبا خالد النبوي. انا اتذكرت دلوقتي خالد النبوي. طبعا انا عرضت لكم الحلقة اللي هي الستة من مسلسل راجعين يا هوا. طبعا هو بطولة خالد النبوي وبطولة الفنانة اللبنانية نور، وطبعا طلع معاه عدد كبير جدا من نجوم الفن، وطلع معاه كمان حلا شيحة. اتمنى لكم يا رب كده الصحة والخير، وتابعوا معانا بقى احداث اللي حصلت في الحلقة الستة من مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي. ورب كده الحلقة دي تكون عجبتكم، وانا جبت لكم طبعا الملخص اللي حصل في الحلقة الستة. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من مسلسل راجعين يا هوا. طبعا هو متصدر الترند، عشان طبعا هو فعلا مسلسل شيق جدا، ومسلسل يعني بتحصل فيه كل حلقة بتحصل فيها تشويقات كده وإثارة حلو يعني. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من مسلسل راجعين يا هوا. أسيبكم بقى مع تشوفوا كده الأحداث اللي حصلت في الحلقة يعني، وياريت كده تسيبوا لنا كومنت كده حلو كده، تعليق حلو كده، عشان تشجعونا إن احنا نقدم كل جديد إن شاء الله على قناة عالم منوعات. وتصبحوا على خير.